بالنسبة للجزائريين وباقي الدول العربية متوفر الشحن أي غرض تريدوا داخل اللعبة. وللطلب والاستفسار التواصل على حسابي انستغرام. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. شباب، بالنسبة للناس اللي ما حدثت اللعبة يوم أمس لأنه توفر معنا تحديث مصغر على متجر جوجل بلاي بالإضافة إلى على متجر أب ستور. بالنسبة لنظام الأندرويد أنصحك وبشدة أنك تنتظر وتتريث وتحاول أنك لا تحدث هذا التحديث إلا بشرط واحد، إذا أنت مش متوفر على سي بي داخل حسابك. بمعنى أنه إذا ما عندك سي بي هون يعني بحسابك ممكن أنك تحمل هذا التحديث بشكل عادي، أما إذا عندك سي بي صدقني أنك بعد هذا التحميل راح تخسر السي بي اللي موجود على حسابك، أوكي، ومش ممكن أنك يعني ترجعه حاليا. لكن راح أعطيك الخطوات لكيف تسترجع السي بي اللي يخصك اللي راح أكيد بعد التحديث المصغر. وأكيد أني عارف يعني بنسبة كبيرة جدا بنسبة 80-90% أنه ما فيش أي قناة راح تعطيك المعلومات اللي جاي أنشرها معك يعني في كل فترة بخصوص عن لعبة وورز موبايل حاليا، أوكي. المهم راح أعطيكم كل الخطوات اللي ضروري أنكم تطبقونها من أجل أنكم تسترجعون السي بي اللي كان موجود بحسابكم حتى نكونوا واضحين، لأنه أنا شخصيا فقدت هذا السي بي أمس، يعني ما كان عندي كثير لكن فقدته بعد التحديث المصغر. وفي كثير ناس أتكلم بخصوص عن أجهزة الأندرويد أجهزة الآي أو إس ما عندي معلومة إذا صار لهم نفس المشكل بعد التحديث المصغر أو لا. المهم تابع معي زين الشرح راح أوضح لك طريقة استرجاع هذا السي بي وكيف تتواصل، أوكي يلا. طيب شباب، اولا راح نتكلم عن طريقه استرجاع السي بي وبعدين راح اشرح بعض المعلومات ايضا وبعض المشاكل اللي ممكن صادفتكم ايضا كيف تتواصلون ايضا مع الشركه من اجل انك تطرح المشكل اللي واجهك وتعطيها ايضا حتى اسم الجهاز اللي انت جاي تلعب عليه من اجل انه يتم حل المشاكل. اول شيء فيما يخص السي بي زي ما خبرتكم اللي سوى التحديث المصغر يوم امس يمكن انه يطبق هذه الخطوات اللي انا اشرحها. راح اخلي لكم رابط ديسكورد الشركه الرسمي، انت تدخل على وضروري انه يكون عندك حساب ديسكورد، تدخل على الرابط اللي هخلي لكم في وصف الفيديو بالإضافة إلى التعليق المثبت على سيرفر الديسكورد، وتذهب إلى خانة YZM Support أي بمعنى Warzone Mobile، دعم Warzone Mobile أوكي إذا كان بالعربية مش عارف إذا يطلع لك بالعربية، المهم راح يطلع لك YZM Support. تدخل وبعدين تلاقي بالأسفل علامة البلس، تنقر عليها وتضغط على علامة البلس مباشرة وتطرح المشكلة اللي صادفك من ناحية خسارتك للسي بي اللي كان موجود بحسابك. بمعنى انك تكسب مثلا I lost my CP after the mini update وخلاص اوكي، وترافقهم بالصوره يعني بالصوره اللي توضح انه السي بي مش موجود بحسابك. واذا عندك صوره قديمه يعني كان متوفر عليها السي بي قبل التحديث هذا التحديث المصغر فايضا احاول انك ترافقهم بالصوره الاولى والصوره الثانيه، اوكي. هذا كتوضيح بالنسبة للسي بي، والحين الشركة على علم بأمانة شباب، لكن أنا أنصحك بهذه الخطوة ليش؟ لأنه ممكن تأخذ الناس اللي يسوون يعني إبلاغ على فقدان السي بي اللي كان بحساباتهم، ممكن أنها تسترجع لهم أو مش عارف كيف راح تكون الطريقة، أوكي؟ هذا راح يستفادوا الناس آخرين أيضا، الله أعلم، ما عنديش فكرة. المهم أنك يعني تحاول أنك تضبط حسابك وتسترجع السي بي اللي أنت خسرته بدون أي سبب. وايضا حاول انك توضح انك ما اشتريت اي شيء، يعني لم تشتري اي شيء او اي غرض او اي سكين او اي حزمه من اللعبه ويعني فقدت السي بي بعد التحديث المصغر، اوكي. هذه كان نقطه انك ضروري انك تسويها الحين اذا خسرت السي بي زي ما خبرتكم بعد التحديث المصغر. بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل داخل اللعبه، انا تكلمت وتطرقت في المقطع السابق يعني بعد التحديث وبعد مراجعه التحديث وخبرتكم انه التحديث صار جدا ممتاز، وعندي ايضا نقطه راح اتكلم فيها باذن الله بعد يعني بعد ما استكمل هذا الشرح كتنبيه لبعض الاشخاص. فيما يخص التحديث هذا ايضا يا شباب في بعض المشاكل اللي ظهرت على بعض الاجهزه، انا شخصيا صادفت المشكل بعد التحديث مباشره اللي خبرتكم انه راح تدخل اللعبه راح يطلعك بشكل مباشر يعني تخرجك او تطردك من بدون انك ما تلحق يعني حتى انك تدخل اللوبي او تشاهد اللوبي او ايا كان. فانت اذا صادفت نوع من هذه المشاكل مثلا تدخل اللوبي وبعدين تطلعك اللعبه او ممكن تحاول تدخل وتطلعك اللعبه، فحاول انك تمسح اللعبه بشكل كامل، تمسح بياناتها وتمسح اللعبه بشكل كامل وحملها من مرة ثانية يعني من جديد، لأنه في مخلفات للتحديثات السابقة والملفات السابقة هي سبب هذا المشكل، أوكي. جاني واحد على حسابي انستغرام أيضا يطرح نفس المشكل لكن
لساته ما نحل المشكل اللي واجهه، فمش عارف يعني. إذا توفرت طريقة أخرى أكيد أني راح أشاركها معكم، واللي أنصحك به أيضا أنك تدخل هنا نفس سيرفر الديسكورد اللي أنا ذكرته وتكتب اسم جوالك وتطرح المشكل على الشركة من أجل أنه تأخذه كفيدباك، من أجل أنه يتم إصلاح المشكل إذا كان يعني مش مقتصر على تحديث مصغر أو على تحديث هذا الموسم. أوكي، حتى تكون عندكم فكرة أي مشكل يكون عندك باللعبة يمكن أنك تتواصل معهم على السيبورت اللي أنا خبرتكم به، أوكي، واللي شرحته في هذا الفيديو. وتدخل وضروري أن يكون عندك حساب ديسكورد، وسهل أنك تسويه أساساً إذا مش موجود عندك، أوكي. الحين راح أتكلم يعني بين قوسين بالنسبة للناس اللي كل مرة أشاهد ناس يعني يجون، أنا تقريباً يعني الناس اللي متابعتني تعرف أنه أكثر من شهر ما نشرت عن لعبة وورزون موبايل إلا مع نهاية الموسم السابق وبداية هذا الموسم. ليش أنا ما نشرت؟ لأنه أنا شخصياً ما كنت مقتنع بالموسم السابق أن اللعبة راح تكون يعني راح تكون متحسنة وتكون سلسة ونتخلص من مشاكل الحرارة وغيره. وخبرتكم في التحديث السابق أنه فعليا أنك الحين ممكن أنك تلعب لعبة وورزون موبايل وترجع تلعبها بدون أي مشكل. لكن في بعض الناس يعني لاحظتهم حتى في التعليقات، مش هي فئة يعني قليلة، مش فئة كثيرة، ولكن مش أنه ينتقد، ممكن في بعض الأحيان يحاول أنه يتهجم بشكل مباشر يعني حتى على شخصي أنا، يعني مش على اللعبة وبس، يعني حتى علي يعني مطبل ومطبلين ومش عارف. يا أخي للأسف أنت مش عارفني وما تعرف قناتي، أنا أصلا يعني عندي خلفية سيئة جدا مع أكتيفيجن، وصدقني أنا ما عندي أي دعم من الشركة على أساس أني أكد عليك مثلا، اوكي، لانه زي ما خبرتك ممكن تراجع القناه راح تعرف وتفهم كلامي زين اذا انت متابعني جديد. اما اذا انت متابعني قديم فاكيد انك ما راح تتلفظ بهذا الكلام يعني من اجل اني اطبل الى لعبه، اوكي، يعني مفروغ منها. حتى في سابق المواسم يعني كنت اتكلم دوما اخبركم انه اللعبه مش متاحه لانك تلعب حاليا، وكان اهم مشكل انا ذكرته في هذه اللعبه هو الحراره. لما تتخلص الشركه من الحراره خبرتكم انه اللعبه راح يمكن انك تلعب بدون اي مشكل. وزي ما تلاحظون يعني انا شخصيا الحين انا اتكلم معك وانت تشاهد جيم بلاي، اكيد انه المعالج راح يفرق معك. مثلا اذا انت عندك جهاز ضعيف لا تحاول انك يعني تلعب اللعبه اساسا. ليش؟ لانه انت راح تمرض نفسك وتمرض الشركه معك، لانه جهازك مش مقبول للعب اذا كان جهازك ضعيف. اما اذا جهازك متوسط يعني مواصفاته متوسطه فيمكن انك تلعب، لكن تلعب ايضا الاساس الاداء اللي يوفره جهازك، اوكي. وحتى نكونوا ايضا صادقين يا شباب، مش تزكية للشركة أو تزكية للعبة. أنا شاهدتها هذا الموسم أنه لعبة ممتازة على جوالي وألعب بشكل مرتاح وما فيش حرارة بدون مبرد، يعني بالأساس سابقا كنت ألعب جيم الأول الحرارة ينفجر الجوال. ممكن حتى شاهدتم بعض المقاطع سابقا لما كنا نراجع التحديثات السابقة، كان يعني حتى المعالج يطلعني مباشرة بعد الجيم الأول تخرج اللعبة، لكن الحين الحرارة مضبوطة، ولهذا خبرتكم أنه يمكن أنك تلعب اللعبة. ثانيا صارت يعني حتى الحرارة إذا توفرت شوي على جوالك ما راح تخلي جهازك يعلق، يعني أنك راح تلعب وأنت مرتاح، يعني ما فيش مشكل. فهذا هو السبب الرئيسي أيضا اللي يخليك أنك تلعب اللعبة. أما أنك يا أخي مطبلين اللعبة ولا تحاولون واللعبة ماتت، يا أخي الشركة ما استفسرت لا منك ولا مني، أوكي، لأنه اللعبة ماتت. لو اللعبة ماتت هي راح توقف مباشرة تطوير اللعبة وراح تعلمنا في منشور وسلام عليكم. ثانيا حتى لو فرضا أنه كان اللعبة توقفت من زمان، فنفس حسابك اللي موجود على نسخة الموبايل راح تلعب به على منصات ثانية، إكس بوكس، بلاي ستيشن أو بي سي، فأنت مش خاسر أي شيء، أوكي. لكن أنك تقارن لعبة وورزون موبايل مثلا بلعبة فري فاير أو بلعبة بابجي أو بأي لعبة ثانية، فصدقني أنك يعني المهم أنت تعرف تجاوب نفسك، أو ممكن في بعض الناس راح يجاوبوك، أوكي، حتى أنا ما أتكلم كلام كثير. المهم تقريبا هذه هي أهم المعلومات اللي حبيت أشاركها معكم في هذا المقطع. ورجاء شباب يعني إذا في شخص هو عارف أنه مواصفات جهازه مش مناسبة للعبة، فأخي بالله عليك يا أخي حاول أنك تغير جهازك، بعدين حاول أنك تنزل اللعبة وتشوف أداءها، إذا يناسبك ألعبها، إذا ما يناسبك أخي يطلع ألعب لعبة ثانية أنت تتوفر على جوالك وتلعبها بدون أي مشكل. ليش؟ لأنك مش مفروض عليك أنك تعصب حالك وتعصب نفسك على لعبة ممكن هي مش موافقة على جوالك، وما يعني ما راح تشتغل معك بسلاسة أو بالأداء المطلوب اللي أنت منتظره أو اللي أنت متصوره، أوكي. فمثلا أنت تشاهد فيديو أو فيديوهات لصناع محتوى آخرين تتوقع أنه اللعبة راح تشتغل معك بنفس الأداء وبنفس الشيء، لا
اطلاقا. يعني كل شخص وجهازه، كل شخص مواصفات الجوال او الجهاز اللي هو جاي يلعب عليه. اوكي، حتى نكونوا واضحين. النقطه الوحيده اللي ممكن اني انصحك بها وبشده هي انك حاول انك لا تشحن عجلات الحظ بهذه اللعبه. انا ما انصحك انك يعني تشحنها. ليش؟ لانه هذه العجلات اساسا راح تتوفر بس على نسخه الموبايل، يعني مش ممكن انك تستخدمها على المنصات الثانيه. وثانيا تكلفتها راح تكون اكثر مقارنه مع بعض الحزم اللي تكون افضل بكثير. اوكي، فانت على اساس انك تاخذ سلاح تقريبا فيه تمويهات وفيه كيل افكت وغيره، فراح تدفع اكثر، يعني قيمه عجلتين او ثلاث، عفوا حزمتين او ثلاث، وتحصلهم بشخصياتهم وفينيشهم وأسلحتهم. فهنا أنا ما أنصحك، ولكن كل شخص يا أخي وقراره، وكل شخص وكيف نظرته للعبة. أوكي، وأنت وأيضا وميزانيتك، تريد تشحن نشحن، تريد ما تشحن وطبق نصيحتي، اللهم بارك. أوكي، المهم تقريبا هذا كل شيء كان عندي في حلقة اليوم شباب. أتمنى لا تبخلوا علي بلايكاتكم ومشاركة المقطع. بإذن الله انتظروني في قادم الحلقات. أي استفسار آخر اتركوه في التعليقات. أشوفكم على خير، ورجاء شباب اللي مش موفر يعني جهاز مناسب للعبة، أخي والله بالله عليك اسحب نفسك حتى ما تعصب حالك أكثر وأكثر. أوكي، يلا أشوفكم على خير وسلام. If you would like to get exclusive content updates, previews and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.